جمعية الدسمة وأهالي جمعية الدسمة. بعض أعضاء عليهم شبهة ودوهم النيابة. أوكي. مفروض جمعية الدسمة تشتغل صح؟ اللي حصل أن جمعية الدسمة كل رفوفها فاضية. ليش؟ وين الشركات؟ وين؟ وسبع سنين بهالجمعية ما في أرباح. وين تروح الفلوس؟ زين إذا بعض الأعضاء حولوهم النيابة يعني يقعدون هالمنطقة يروحون الجمعية الدعية ويروحون جمعيات ثانية، والدسمة من أقدم مناطق الكويت ومن أقدم الجمعيات، مالها مكان؟ أرفف، شوف طالع أعزائي المشاهدين، أرفف الجمعية الفاضية في جمعية الدسمة. أتمنى وزارة الشؤون تحطون أعضاء تشوفوا لكم صرفة، أما جمعيات أرففها فاضية أنا أنصحكم صكوا الجمعية أحسن لكم. وأنا أسأل وين نواب الدائرة الأولى؟ ما يتحركون يشوفون سالفة جمعيتهم، ولا بس قبل الانتخابات وزعوا برد وزعوا شاورما؟ منا لوزارة الشؤون.